بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا شطار نروح لأولى حلقات الاسم المطولة على رقم واحد. ويلا في البداية بنقول السؤال بيجي يقول لي ايه؟ يقول لي اوجد خارج قسمة ليه وفي مسميات. ايوة العدد الاولاني ده له اسم، اسمه المقسوم. طب واللي بعد على له اسم؟ ايوة اسم، اسمه المقسوم عليه. أمال الإجابة اللي بره دي اسمها إيه يا مستر حامد؟ اسمها خارج القسمة، وسموها خارج لأنها بره ليساوي. طب بنقسم إزاي؟ بناخد العدد الأولاني وشوف المستر بيكتبه إزاي. 9 سيب مسافة 6 سيب مسافة 3. طب والتلاتة المقسوم عليه تيجي على الجنب الشمال. طب بنبتدي نقسم منين؟ من عند 9. أول خطوة نقسم ده على ده، 9 على 3 فيها تكتبها فوق. يبقى أول خطوة المستر حامد عمل إيه؟ المستر أسم. أول خطوة أسم. طيب دي الخطوة الإيه الأولى، ده على ده فيها التلاتة، واللي نكتبه فوق نرجع نضربه تاني، تلاتة في تلاتة بتسعة، نحطها تحت التسعة دي، وبعدين نشد خطي ونطرح. طب بداية الطرح من أول رقمين تحت بعض، 9 ناقص 9 صفر. يبقى أنت الوقت الخطوة التانية مستر عملت إيه؟ ضربت، قسمت 9 على 3 فيها 3، رجعت ضربت 3 في 3 ب 9. طب والخطوة التالتة؟ الخطوة التالتة طرحت. أهم التلات خطوات دول هم المقررين واللي هنعتمد عليهم في عملية القسمة. اقسم اضرب اطرح ونقرر، اقسم اضرب اطرح. طب مين اللي ما استعملش؟ الستة، نركبها أسانسير وننزلها. ستة على التلاتة أديني بعمل إيه؟ بقسم فيها الاتنين. طب والتانية؟ ناخد الاتنين ونضربها في تلاتة بستة. طب والتالتة نعمل إيه؟ نطرح، يتبقى صفر. طب بعد الصفر ننزل التلاتة في الأسانسير، نزلت التلاتة ونقسم، تلاتة على التلاتة فيها الواحد فوق رأسها، ونضرب واحد في تلاتة بتلاتة، نعمل ايه؟ نطرح، تطلع الإجابة صفر. لاحظت ايه؟ قررنا خطوات القسمة، اقسم اضرب اطرح، اقسم اضرب اطرح، اقسم اضرب اطرح، والإجابة موجودة 321. يلا نشوف مثال تاني. ادي المقسوم وادي المقسوم عليه ونحن في انتظار خارج القسمة في الويتنج. ناخد ال 284 من الشمال، 28 أربعة. عشان تسيب مسافة خليك أنيق، خليك شيك، اعتمد على الشياكة والأناقة واللياقة واللباقة في الحل. والاتنين هي بنقسم من جهة الشمال، 2 على الاتنين فيها الواحد، أغنية مستر حامد، واللي نكتبه فوق نرجع نضربه تاني، واحد في اتنين باتنين، ونشد خطي ونطرح. 2 ناقص 2 صفر، مين اللي ينزل؟ التمانية. نعيد الكرة، 8 على الاتنين فيها الاربعة، ارجع اضرب اربعة في اتنين بتمانية، ونشد خطي ونطرح. طلعت اصفار، ولكن الاربعة لم تستعمل، تركب قطار الصعيد وتنزل الاربعة. اربعة على الاتنين فيها الاتنين، اضرب تاني، اتنين في اتنين باربعة، اطرح. طلعت كلها صفار، واستعملت كل الأرقام، والإجابة النهائية موجودة في الحتة دي 142. ولو عايز تتأكد اضرب الاتنين في 142 يطلع لك 284. يبقى بإذن الله حلك صحيح، حلك سليم، حلك شيك وأنيق. ونشوف مسألة تانية. المقسوم 672 والمقسوم على 6 وفي الويتنج، مين خارج القسمة؟ ادي 6 ادي 7 ادي 2. حافظ على المسافات، 6 على 6 فيها 1، واللي نكتبه فوق نرجع نضربه تاني، 1 في 6 ب 6، ونشد خطي ونطرح.
والطرح من عند اول رقمين تحت بعض. طب مين اللي عليه الدور؟ السبعة. يجي ولد يقول لي 72 ينزلهم غلط، تاتا تاتا، واحدة واحدة، على مهلك شوية. نزلت السبعة، سبعة على الستة، يعني السبعة فيها كم ستاية؟ يعني اعتبرها ستة، ستة على الستة فيها الواحد، واللي نكتبه فوق نرجع نضربه تاني، واحد في ستة بستة، ونشد خطي ونطرح، طلعت واحد. الواحد غلبان وصغير بالنسبة للستة. الاتنين ما تسيبوش، تركب قطار الصعيد الطويل وتنزل. الاتنين بقت 12، 12 على الستة فيها الاتنين، واللي نكتبه فوق نرجع نضربه تاني، اتنين في ستة باتناشر، شد خط. طلعت المسألة اصفار. امتى تعرف انها خلصت؟ بص بص بص، استعملت كل الارقام تبقى الاجابة النهائية 112، واللي بتمثل مين؟ بتمثل خارج القسمة. ونشوف مسألة اسم اخرى. ادي المقسوم وادي المقسوم عليه، ونحن في انتظار خارج القسمة. 755 وادي الخمسة، ناخد سبعاية. السبعة اكبر من الخمسة، بدام اكبر قللها كأنها خمسة. خمسة على الخمسة فيها الواحد، واللي نكتبه فوق نرجع نضربه تاني، واحد في خمسة بخمسة، ونشد خطي ونطرح، تطلع اتنين. الاتنين غلبانة وصغيرة محتاجة مساعدة، تنزل الخمسة. خمسة وعشرين على الخمسة فيها الخمسة، واللي نكتبه فوق حفظت خلاص، نرجع نضربه تاني، خمسة في خمسة بخمسة وعشرين. طب اطرح. طلعت اصفار. يقول الحمد لله خلصت المسألة. نقول له طبعا الحمد لله على كل شيء، ولكن ما خلصتش بأمارة. الخمسة لم تستعمل، تركب القطار وتنزل تحت الشرطة. خمسة على الخمسة فيها الواحد، نرجع نضرب، واحد في خمسة بخمسة، ونشد خطي ونطرح، فين الإجابة؟ الإجابة فوق 151، ودي اللي بتمثل مين؟ بتمثل خارج القسمة. ونشوف مسألة أخرى. 304، ادي 304 وادي الستة. نبدأ من عند التلاتة، تلاتة على الستة. يجي ولد يقول فيها الاتنين، ليه يا حبيبي؟ يقول اتنين في تلاتة بستة. ايوة لو بتقسم الكبير على الصغير، لكن ده الصغير على الكبير يبقى فيها صفر. ناخد مين؟ الصفر يساعد، بقى في ايدك 30. 30 على الستة فيها الخمسة، موجودة في جدول الضرب، ونرجع نضرب، خمسة في ستة ب30، ونشد خطي ونطرح، طلعت اصفار. الواد الجميل هيقول الحمد لله خلصت المسألة. نقول له الحمد لله على كل شيء، بس ما خلصتش لسه الاربعة. تنزل الاربعة، طب اربعة على الستة، ياه دي صغيرة، دي فشلت. معقولة؟ يعني انا عامل لك سهم، ومركبك قطار الصعيد، ومركبك الاسانسير، واحترمناكي ونزلناكي، وتفشلي اربعة؟ والله لازم اعاقبك بصفر، وننزل اللي بعدها يساعد. يا مستر انت ما انتش شايف ده، مفيش حاجة بعدها. مفيش حاجة بعدها؟ ايوة مفيش حاجة بعدها، يبقى خلصت المسألة. الله، امال الاربعة دي نقول عليها ايه؟ نقول عليها الباقي. عشان كده عمو تلاقيه كاتب لك في المسألة الاجابة كام، وكمان الباقي كام. نقوم احنا نقول له ايه يا شطار؟ نقوم احنا نقول له بلون تاني كده عشان تبان الاجابة. نقول له انا قسمت، الاجابة طلعت كام؟ طلعت 50. طب والباقي؟ اربعة. طب لو واد عايز يتأكد، نقول له اعمل ايه؟ نقول له اضرب 6 في 50 الاول، 6 في 50 هتطلع 300. طب والباقي؟ ارجع اجمع الاربعة، تطلع الاجابة 304، اللي هو المقسوم المذكور في بداية المسألة. حلك صحيح. طب النوع ده نقول عليه في القسمة ايه؟ نقول عليه قسمة غير منتهية، لان طلع فيها باقي. ونشوف اخر مسألة معانا. يلا، ادي العدد الكبير المقسوم، وادي الصغنن المقسوم عليه، ونغير لون القلم ونحل سوا. من جهة الشمال 6 3 0 8 1، وادي التسعه
ناخد الستة، الستة على التسعة صغيرة وغلبانة وفقيرة وضعيفة، نحجز المكان بصفر ونجر التلاتة، بقى في ايدي 63 على التسعة فيها السبعة، واللي نكتبه فوق نرجع نضربه تاني، سبعة في تسعة بتلاتة وستين، ونشد خطي ونطرح، خلصيت المسألة. جاي تنزل الصفر، صفر على اي حاجة بصفر اكتبه فوقيه، كده ننزل التمانية، تمانية على مين؟ على التسعة، صغيرة وغلبانة وضعيفة، مش ذنبنا، احنا ركبناك الاسانسير ودفعنا لك التذكره بتاعه القطر، وتنزلي تفشلي نعاقبك بصفر، كده من حقك تنزل الواحد، لكن مش من حقك تنزل الواحد من غير هذه العقوبه. اللي يركب الاسانسير واللي نعمل له سهم ويفشل ياخد صفر. نزل الواحد، 81 على التسعة فيها التسعة، ارجع اضرب 9 في 9 ب 81، تعال اطرح، خلصت المساله وما شاء الله استعملت كل الارقام، تبقى الاجابه النهائيه 7009، وده اللي بنقول عليه خارج القسمه. يا بيا شطار تكون اتفهمت الاسم على رقم واحد من مستر حامد البيومي.